مصر للطيران تسير أولى رحلاتها الجوية المباشرة. ركز معايا، ركز معايا وافهم دلالات الخبر كويس. تاني، مصر للطيران تسير أولى رحلاتها الجوية المباشرة من القاهرة إلى بور سودان. ألف مبروك، شيء رائع. سؤال، ده معنى إيه؟ إيه دلالة الخطوة دي في العلاقات المصرية السودانية؟ طب إيه دلالة الخطوة دي على الهدوء النسبي في السودان، إذا حبيت تسميه كده؟ خلونا ناخد معانا على التليفون الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير الأهرام. أهلا 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 أستاذ جميل، عامل إيه؟ اهلا بحضرتك يا استاذ يوسف. ازيك يا استاذ جميل؟ اهلا بالساده المشاهدين، وحشني والله جدا قوي خالص جدا. وانت كمان والله جدا. ايه الموضوع؟ الخبر ده خبر حلو ورائع جميل، ما اقدرش اقول حاجه عنه، بس ليه دلالات كتير، اشرح لنا. هو طبعا ليه دلالات كتير، وده ما نقدرش برضه نفصله عن المقدمه اللي حضرتك قلتها عن الدور المصري في الداخل. احنا هنا دلوقتي بقى بنتكلم عن الدور المصري في الخارج، الدور المصري في محيطها الاقليمي، الدور المصري ان هي لا تترك اي دوله، وخاصه بالطبع السودان، لان السودان معروف ان هي العمق الاستراتيجي للدوله المصريه. ومصر من اللحظه الاولى للازمه داخل السودان كانت مصر متواجده بقوه من خلال اتصالات الرئيس عبد الفتاح السيسي على مستوى العالم كله، واستضافه مصر لمؤتمر دول جوار السودان اللي انبثق عنه اجتماع وزراء الخارجيه اللي تم اجتماعه في تشاد. كل ده طبعا من اجل محاوله للوصول الى التهدئه داخل الاراضي السودانيه. طبعا وصول طائرة مصر للطيران النهاردة مباشر إلى بور السودان، ده تأكيد على أن الدولة المصرية داعمة للسودان، داعمة لاستقرار السودان، داعمة أيضا للشعب السوداني اللي عانى الكثير. على الجانب الآخر، احنا ما ننساش من امبارح كان في لقاء مهم جدا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق البرهان من أجل التباحث ووضع الرؤية الكاملة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل الفريق البرهان، زي ما صرح فريق البرهان فيما يحدث من تطورات للأحداث داخل الأراضي السودانية. مصر بتسعى للتهدئة، مصر سياستها واحدة مع السودان ومع كل دول العالم، عدم التدخل في الشأن الداخلي، ولكن على الجانب الآخر مصر بتسعى بكل ما تملك من أدوات ومن إمكانيات من أجل الوصول إلى حل سلمي. هذا الحل السلمي يعود بالنفع على الدولة السودانية، يعود بالنفع على وحدة وترابط الدولة السودانية. وخلي بال حضرتك، وحدة وترابط الدولة طبعا السودانية دي نحط تحتها خطوط كتيرة جدا، ووحدة وترابط أيضا الشعب السوداني. مصر بتسعى جاهدة لعدم تدخل أي دولة أجنبية، أي دولة كبرى، أي دولة عظمى، أي دولة إقليمية في الشأن السوداني، لأن في حالة تدخل أي أطراف أخرى داخل الشأن السوداني هيضر، مش هيفيد الأحداث والتطورات اللي بتحدث في السودان منذ بداية الأزمة حتى اليوم. إذن الخطوة اللي النهاردة تم تنفيذها من مصر للطيران إلى وصولها إلى بور السودان، ما هيش خطوة فقط إن هو تسيير طيران فقط، ولكن ليها دلالات كتير، دلالات إن مصر تقف بجانب الدولة السودانية، مصر داعمة للشعب السوداني، مصر بتسعى إلى تقديم الخدمات والمساعدات وكل ما تمتلكه من إمكانيات من أجل رفع المعاناة عن الشعب السوداني. لأن أنت حضرتك في وقت الأزمات في طيارة بتطلع من مطار القاهرة وبتوصل إلى السودان في ظل ظروف وفي ظل ظروف غير آمنة وأجواء غير آمنة هناك وتنزل، ده تأكيد أن مصر تقف بجانب السودان وبتقف بجانب الشعب السوداني. دي مش أول مرة، احنا شفنا أيضا منذ بداية الأزمة وهناك تسهيلات كبيرة للأشقاء السودانيين وفتح المعابر المصرية في الجنوب وتقديم كل المساعدات وكل الدعم للأشقاء السودانيين ودخولهم إلى الأراضي المصرية وتقديم الخدمات الصحية. وإحنا شفنا حتى في أسوان وفي أغلب المحافظات الجنوبية أنه فتحوا بيوتهم واستقبلوا الأشقاء السودانيين وتقديم لهم كل الخدمات. وهو ده الدور الحقيقي للدولة المصرية، أن مصر لا تترك أي دولة في أزمة ولا تترك كل من يطرق بابها وتقفل في وش الباب، لا بالعكس، مصر فاتحة
تفتح الباب أمام كل من يسعى إلى الدخول إلى أراضيها يطلب الأمن والأمان. على الجانب الآخر الدور زي ما بقول لحضرتك، الدور المصري اللي على كافة المستويات، يعني منذ بداية الأزمة هنجد أن الرئيس تحدث مع الرئيس جنوب السودان سالفا كير، هنجد أن الرئيس تحدث مع الأمين العام للأمم المتحدة، في كل المواقف الدولية وفي كل المؤتمرات الدولية اللي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ولقاءاته مع كل الزعماء، كلها كانت بتتحدث عن الوصول إلى تهدئة في السودان مع عدم التدخل في الشأن السوداني بشكل مباشر. لأن زي ما بقول لحضرتك، اللي بيهم مصر في الوقت الحالي وحدة وترابط الدولة السودانية. هنحط هنا خط يا أستاذ جميل. حضرتك ذكرت في منتصف الحديث، قلت وحدة وترابط الأرض السودانية وحط تحتها خطوط كتير. امبارح أنا كنت بقول نفس الكلام، ضعوا حول تصريح الرئيس عن وحدة الأراضي السودانية ملايين الخطوط. هنا بقى سؤال يا أستاذ جميل، ولماذا حضرتك أصريت على وضع هذه الخطوط ونحن نتحدث؟ هو طبعا أنا لازم أقول لحضرتك على حاجة، احنا عارفين أن في العديد من الأطماع في الأراضي السودانية وفي الأراضي وفي العديد من الدول العربية أيضا. الهدف في الوقت الحالي هو محاولة تقسيم المنطقة، محاولة تقسيم الدول العربية، محاولة بث النزاعات وبث الفرقة داخل الدول العربية بشكل كبير. وده اللي احنا هنرجع من قبل 2010 اللي هو مشروع الشرق الاوسط الكبير، هو محاولة تقسيم الوطن العربي. احنا شفنا في الوقت الحالي او الفترة السنوات الماضية محاولات ضرب الدول العربية بشكل كبير، سيناريوهات الفوضى الخلاقة وكوندليزا رايس وما الى ذلك، كوندليزا رايس والمشروع الشرق الاوسط الكبير وتقسيم الدول والمحاولة تقليص دور الجيوش الوطنية. وده شيء مهم جدا. لهذا السبب هتجد ان الرئيس في كل تصريحاته بيؤكد على ان مصر بتدعم الجيوش الوطنية للدول، ان هي هذه الجيوش الوطنية هي الحامل الامن القومي لهذه الدول. فكان من الهدف ايضا تقليص الجيوش، دور الجيوش الوطنية وانشاء كيانات موازية في بعض الدول العربية ان هي تخش في صراعات مع هذه الجيوش من اجل اعادة بقى تقسيم الدول وتقسيم المنطقة. طبعا الهدف دلوقتي في الوقت الحالي هو تماسك الاراضي السودانية ووحدة الاراضي السودانية، وعدم ان اي دولة او اي قوة تتدخل تسعى الى تقسيم السودان او وضع خطوط داخل السودان. ده اكبر تهديد للامن القومي السوداني، اكبر تهديد ايضا للامن القومي العربي بمفهومه الشامل. إذن يجب ان يكون الحفاظ على وحدة الاراضي السودانية، وده شيء مهم جدا في الوقت الحالي، وعدم الانزلاق الى محاولات أخرى بعيدة كل البعد عن الوحدة الأراضي السودانية في الوقت الحالي. لهذا السبب أن مصر بتسعى ومصر تقف داعمة بشكل كبير للدولة الوطنية السودانية والداعمة للجيش الوطني السوداني، لأن هذه الجيش الوطني هو اللي بيحافظ على الأمن القومي، هو اللي بيحافظ على وحدة الأرض، هو اللي بيحافظ أيضا على مقدرات الشعب السوداني في الوقت الحالي. وللأسف الشديد احنا شايفين أن في الوقت الحالي أكثر فئة تضررت هم الشعب السوداني طبعا من هذه الأزمة. للأسف شديد البنية التحتية تم تدميرها، العاصمة تم تدميرها، السودان تمتلك العديد من الثروات، كل ده للأسف شديد بينهار يوم بعد يوم بسبب الأزمة وبسبب هذا الصراع. لهذا السبب أن مصر بتسعى جاهدة بكل السبل السياسية لدعم وحدة السودان وأيضا إنهاء هذا الصراع بشكل سريع. أستاذ جميل، قبل ما أنهي المكالمة، يعني اللي ما أحبش أنها تنتهي، لكن أنا أسأل، هل بتعتقد أو بترى أنه هذا الخبر أو ما يبدو وكأنه خبرا عاديا بكل ما يحمله من إشراق، يعني لكنه وكأنه إشارة إلى أن هناك استقرار على المدى المتوسط وقد يكون استقرار على مدى أبعد للسودان؟ هو أنا يعني هو خبر زي ما حضرتك بتقول أنه هو يبدو عادي، لكن هو مش عادي خالص. لا، هو خبر مهم جدا وخبر ليه دلالات زي ما اتكلمنا.
هو يعني أرى إن ده بداية، أعتقد إن ده بداية لمحاولة استقرار داخل السودان في الوقت الحالي، ومحاولة إلى التهدئة، ومحاولة إلى العودة إلى مائدة المفاوضات والتفاوض بشكل كبير على إنهاء هذه الأزمة وإنهاء هذا الصراع بشكل سريع جدا. لأن زي ما بقول لحضرتك إن السودان في الوقت الحالي أكثر من ذلك استنزاف، هيضر السودان بشكل على المدى الطويل، هتضر السودان بشكل كبير جدا. أعتقد إن هذه هذا الخبر هو بادرة خير إن شاء الله، وبادرة خير للمستقبل أيضا بالنسبة لما يحدث على الأراضي السودانية بإذن الله. كله خير. أنا بشكرك جدا أستاذ جميل عفيفي، الكاتب الصحفي المعروف ومدير تحرير الأهرام. اللهم سودانا آمنا مستقرا.